حسام، هذا وقفة خاصة مع أخونا اللواء الشوبكي اللي وضعه الصحي صعب جدا، يعني حتى بالغرفة اللي بلغونا الإخوان إنه أصبحوا يعني يلبسوا اللواعي وكموه على الحمام وكذا، وضعه يعني يرثى له. بأي لحظة ممكن يجي خبر استشهاده، لأنه بعت رسالة مؤلمة وقاسية إنه في إهمال كثير يعني في وضعه. أخونا أحمد زهران كمان مضرب عن الطعام، اللي صار له أكثر من 106 أيام نقل من مستشفى بما يسمى مستشفى الرملة إلى مستشفى كبلان مكبل الأيدي والأرجل، ووضع صعب جدا. مجده كمان وضع نقلوا اكثر من 92 اخ، يعني وضعهم صعب جدا من الامطار والهضاء. نفحه يعني معاناه البرد اللي فيش متوفر كثير يعني اغطيه والاحتياجات الشتاء. في يوم الشهيد احنا نطرحها مع شهدائنا البرره، انه هذول يعني راس مالنا، سنبقى على ارثهم ومسيرتهم. تحيه لاسران الابطال داخل المعتقلات، هؤلاء الأبطال اللي قدموا حريتهم من أجل هذا الوطن. لذلك اليوم يدخل ماهر يونس وكريم يونس عامه 38 سنة داخل المعتقلات. نتمنى من القيادة الفلسطينية ومن كل المؤسسات التي تعتني بالأسرى العمل على إفراج هؤلاء الأسرى، لأنهم أمضوا الكثير الكثير من السنوات. نشكر المحطات ونخص بذلك تلفزيون الفجر الذي يواكب دائما هذا الاعتصام منذ تأسيسه.